هيدي الاستدعاءات اللي عم بتصير هي مزيج من قوانين قمعية قديمة وبين شغلات القضاة بيقرروها لحالهم. فنحن ضد قانون العقوبات يلي هو بيجرم حرية التعبير. احنا قررنا اليوم ما نخضع للتحقيق من قبل مكتب جرائم المعلوماتية، فهلأ بالمبدأ رجع الملف عن النيابة العامة ونشوف شو بده يصير. أما القوات اللبنانية تشيل الدعوة عنا، أما يمكن مكتب جرائم المعلوماتية بيرجع بيستدعي ورانا. نحن اعترضنا عن حضور لأمام المكتب برأينا غير مختص للنظر بقضايا المطبوعات كون الشكوى تتعلق بمقال صحفي، واحتفظنا بحق الدفاع أمام المرجع القضائي المختص وبانتظار إشارة النيابة العامة ليبنى على الشيء مقتضاه. مرة جديدة عم يستخدم مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية لقمع الأصوات الحرة والصحافة الحرة أو المستقلة وأيضا حرية التعبير بشكل عام. خلال السنوات منذ إنشاء هذا المكتب غير القانوني وكل البروسيجر اللي خاصة فيه هي غير قانونية، من التحقيقات للتعهدات كمان غير القانونية، إضافة للاير استدعاء الصحفيين اللي هو غير قانوني، لأنه قانون المطبوعات يحكم أنه الصحفيين لازم في حال بدهم يتم مقاضاتهم قدام محكمة المطبوعات حصراً.